مساءكم خير. في بداية الأسبوع والأيام الحافلة الكتير بأحداث والأسابيع دي تحديدا، يمكن نقول أنه العالم كله يتشابه كثيرا في المواضيع. النهاردة اليوم في بداية أسبوع طويل في مصر، لكن الحدث الأهم والأكبر والسؤال اللي هيشغل بالنا واللي بيشغل بال كل الناس واللي هتلاقيه بيتقال على لسان كل الناس أحيانا بشكل واقعي وموضوعي جدا، وأحيانا بيتقال بشكل بيوجع قلبك بصراحة، يعني أنه لما بتسمع عن تحديات أصحاب الأعمال، أي حد في شغل دلوقتي عنده تحدي حقيقي ويقول لك أنا ارتفاع أسعار الخامات، الظروف، السوق في حالة صعبة جدا، عندي سؤال كل يوم أكمل في شغلي ولا لأ. دي أسئلة الناس العادية اللي بتشتغل في أعمال متوسطة أو كبيرة أحيانا. على مستوى الدول الموضوع كمان ينفع نقول أنه قائم، وقائم بشكل أكبر وأوضح جدا، أنه على مستوى الدول، الدول عندها تحديات أكبر بكتير من أنك تتكلم عن نمو أو مشروعات كبرى أو أنك تتكلم عن أحلام وطموحات. كل الدول عندها أحلام وتوقعات وخطط طويلة المدى، لكن الدول حتى على مستوى الدول عندها تحديات في الغذاء والاحتياجات الأساسية والطاقة. دي التفاصيل الحقيقية اللي ينفع نقول أنه الخبر اللي موجود في مصر زي اللي موجود في أوروبا، زي اللي موجود في شرق آسيا، زي اللي موجود في الأمريكتين. ده الخبر العام المشترك اللي بنشترك فيه جميعا. عشان كده النهاردة هيكون عندنا فقرة مهمة جدا، 100 يوم على الحرب الأوكرانية، وزي الـ100 يوم دول كانوا السبب وكانوا المحرك الرئيس لأزمة كبيرة بيمر بيها العالم. هنخرج منها وزي ما اتفقنا ودايما بنقول كده، هنخرج زي ما خرجنا من قبلها، لكن آلية الخروج واستعدادات الدول، مصر عملت إيه، ابتدينا إزاي وتحركنا إزاي، ده هيكون وجهة نظر لازم تطرح النهاردة ولازم نفهم ولازم نتكلم بالمناسبة حتى عن الأخبار الوحش. إنك تعرف الخبر الوحش بدري فتقدر تستعد ليه أفضل كتير جدا من إنك تفضل بتتفاجئ أو عندك أسئلة بلا إجابات. دي فقرتنا النهاردة الرئيسية، لكن كمان هنتكلم عن أمور كتير مبهجة وتحديات وأخبار واكتشافات واختراعات. خلونا نبدأ مع طول الوقت واحدة من الوزارات اللي طول الوقت بتقدم مش بس إضافة للتخصص بتاعها وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، لكن إضافة للدولة بشكل عام. النهاردة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي تفقد إحدى الورش الرئيسية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة. أثنى وزير الدفاع على الجهد الذي يبذله رجال إدارة الأسلحة والذخيرة لرفع القدرات الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات وحرصهم على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتلاحق في نظم التسليح العالمي. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إحدى الورش الرئيسية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة، والذي يأتي في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لعملية التطوير والتحديث للأجهزة والمعدات لمختلف الهيئات والإدارات التخصصية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. واستمع القائد العام للقوات المسلحة لشرح مفصل لأسلوب العمل والتطوير الذي تنتهجه إدارة الأسلحة والذخيرة في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع في مجال التسليح، كما افتتح مركزا لتطوير الأسلحة الصغيرة بالورش الرئيسية والذي تم تجهيزه بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة، بما يمكن المختصين من تحقيق الاستفادة القصوى من المركز ومواكبة التطور العالمي في مجال الأسلحة الصغيرة. أعقبه المرور على عدد من الأقسام المختلفة والتي تعمل وفقاً لأحدث أساليب التأمين الفني في مجالات الصيانة والإصلاح، بما يدعم تحقيق التطور العلمي المتلاحق في تلك التخصصات.
وأثنى الفريق أول محمد زكي على الجهد الذي يبذله رجال إدارة الأسلحة والذخيرة لرفع القدرات الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، وحرصهم على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي المتلاحق في نظم التسليح العالمية، كما طلبهم بالعمل على تنمية المهارات العلمية والفنية لدعم منظومة التأمين الفني بالقوات المسلحة وفقاً لأحدث نظم الجودة العالمية، مؤكداً أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقاً لأحدث النظم العالمية في كافة الأسلحة والتخصصات لحماية الوطن وصون مقدساته. مساءكم خير مرة تانية. وفي بعض الحاجات والفعاليات والممارسات بتحصل كده، ولأنه ما عندناش فكرة عن تاريخها وعن إيه خلفيتها، أحيانا نستهجن ونستغرب وما نبقاش فاهمين إزاي الوضع ده حاصل. لكن واحدة من ضمن الجرائم، جرائم الخيانة العظمى اللي بعض الناس، ولازم نبقى عارفين الحكاية دي، في ثقافتها هم شايفها جريمة خالص. جرائم من أول جرائم إهدار المال العام البسيطة، هي ما فيش إهدار مال عام بسيط، بس عموما اللي أصحابها بيسموها بسيطة، من أول الإهمال في أداء وظيفة لحد إنك تتلف حاجة عامة، منشأة عامة، أتوبيس أنت راكب فيه، أي حاجة، لحد فكرة مرعبة ومخيفة ومجرمة ومحرمة في كل مكان في العالم، اسمها إنك تجارة الآثار. الموضوع ده من البديهيات، من المسلمات، من الحاجات اللي ما فيهاش كلام ولا مناقشه، لكن تخيل بقى ان فيها كلام ومناقشه، ان بعض الناس في ثقافتها ان انا هفضل احفر تحت بيتنا لحد ما يمكن ربنا يكرمني ولا حاجه، ولا الاقيه ده يبقى من نصيبي، ويدي لك كتير من المبررات في ان اللي هو بيعمله ده مش حرام بالمناسبه، وهو شايفه طبيعي جدا وانه ما عندوش مشكله في ده، من اول الفكره المشوهه دي لحد بقى ما تيجي تقول الأثر وحماية الأثر هو دور كبير جدا وصعب جدا، وتكتشف إنك لما ترجع تذاكر كده في كام سنة ورا، تكتشف إننا لحد مثلا سنة 1951 ما كانش فيه حاجة بتنظم فكرة تجارة الأثار. الأثار بلدنا المليانة أثار وكنوز حقيقية، ما كانش عندنا قانون ينظمها. أول قانون لتجريم تجارة الآثار كان القانون رقم 117 لسنة 83. تخيل أنه قبل التاريخ ده ما كانش عندك قانون يجرم حيازة وتجارة الآثار. حتى بعد صدور القانون سنة 83، يعني من حوالي 40 سنة، فضل إشكالية كده في القانون، أنه طب اللي عنده أثر دلوقتي سنة 83 يعني ويعمل فيه إيه؟ فطلعت حاجة كده اسمها حيازة الأثر، لو عندك أثر يفضل عندك لكن ما تقدرش تتصرف فيه ولا تخرجه خارج البلاد. خلفية تاريخية طبيعية ما أعتقدش أن كلنا نعرفها، بس خطيرة جدا، بتقول لك أنه تنظيم الأمر ده موضوع صعب بالمناسبة، لكنه موضوع خطير ومهم. وكل غيرتك وإحساسك لما بتشوف قطعة أثار مصرية بتعرض في مكان ما في العالم، وتشوف حجم الاستثمار وحجم الإقبال وحجم المكسب، المكاسب المعنوية والأدبية والمادية اللي بتحصل لأي مكان في العالم بتحط فيه أثر مصري، يخليك مش بس تغير لكن تستاء جدا وتغضب جدا لو اتكلمت عن الآثار المهربة. وملف الآثار المهربة أو الآثار اللي بتخرج من بلدنا أو اللي خرجت من بلدنا في وقت سابق وأنها تسترد، واحدة من أنجح الملفات اللي وزارة السياحة والآثار نجحت فيها على مدار السنوات اللي فاتت، لأنه ما كانش مقبول أننا نشوف آثارنا المصرية موجودة في مزادات عالمية، ولا أننا نشوف آثارنا المصرية موجودة في معارض دولية واحنا ما نعرفش القطعة دي خرجت ازاي ولا خرجت امتى. دي اسئلة من حق كل الناس تسأل فيها. عشان كده حماية او ملف استرداد الآثار المهربة واحد من الملفات اللي طول الوقت بنحب نطمن وصلنا فيه لفين، ورجال الآثار المصرية اشتغلوا فيه ازاي ورؤيتهم ايه وممكن نوصل لايه. في وفد فني مصري حاليا بيزور سويسرا لبحث هذا الملف، ملف استرداد الآثار المهربة.
اللي احنا شايفينه قدام حضراتكم دي صور اللقاء اللي تم على مستوى الخبراء ومع الأجهزة الفيدرالية السويسرية اللي مهتمة بهذا الملف. طبعا الأجهزة الدولية لازم تنفذ القوانين الدولية في استعادة الآثار إذا تم المطالبة بها من دولتها. التعاون بين الجانبين مهم جدا فيما يخص الإتجار غير المشروع للآثار، وهناك اتفاقيات موقعة بين مصر وسويسرا سنة 2010 لاسترداد الآثار المصرية المهربة. جاري الترتيب لاستعادة مجموعة من القطع الأثرية اللي احنا شايفينها قدام حضراتكم دي. المفترض أن هذه القطع تنتمي للحضارة المصرية القديمة، سبق وتسلمها سيادة السفير وائل جاد من مكتب الثقافة الفيدرالي في أغسطس 2021. تفاصيل بقى تخص هذه الزيارة وتخص كمان ملف استرداد الآثار المهربة نعرف عنها أكتر من أستاذ شعبان عبد الجواد، المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة. مساء الخير على حضرتك أستاذ شعبان. مساء الخير يا أستاذة دينا على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وبشكر حضرتك على المقدمة الرائعة والمبسطة اللي يعني شرحت حاجات كتيرة وهتوفر عليها كلام كتير من أنا أقوله. لا لا بس حضرتك عايزين منك كلام كتير تاني لسه. إن شاء الله. طيب أستاذ شعبان، أنا طبعا أولا هبدأ من الخبر المهم فيما يخص استرداد مجموعة من القطع الأثرية، تاريخها، تفاصيل خروجها، ازاي عرفتوا بوجودها في سويسرا؟ يعني دي معلومه ساعات بتبقى الناس نفسها تعرف، انتوا ازاي بتوصلوا للقطع المهربه او اليه التواصل مع الدول اللي بنكتشف ان فيها اثار مصريه خرجت بطريقه غير شرعيه. طبعا في الحقيقه لازم من ناس كتير من الناس اكيد ما تعرفش، لكن سويسرا هي من الدول العابره للاثار المصريه او دول ممر او دول الترانزيت زي ما بيقولوا عليها. ف كل معظم الآثار المصرية بتخرج عن طريق لها مسار يعني، وبتمر من خلال سويسرا ثم الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي، ومن بعدها الولايات المتحدة الأمريكية. مصر تنبهت مبكرا جدا للموضوع ده، وقدرنا نعمل اتفاقية استرداد آثار مع الاتحاد الفيدرالي السويسري، تم توقيعها بين وزارة الآثار والاتحاد الفيدرالي السويسري في عام 2010. الحمد لله احنا حضرتك بتقولي تم رصد ازاي، احنا اداره ترصد العالم ما يتم عرضه من خلال صالات المزادات او مواقع البيع المباشر زي ايباي وامازون وغيرها، او ما يتم عرضه في السوشيال ميديا سواء فيسبوك او انستجرام او غيره، وكمان ما يتم ضبطه في المطارات او ما يتم عرضه حديثا في المتاحف العالميه. ده ساعدنا كتير الحمد لله في الفترة الأخيرة. يمكن أقول لحضرتك إن احنا في آخر 5 سنوات استردينا أكتر من 29,000 قطعة أثرية من مختلف الحاجات دي، يعني من مواقع بيع على الإنترنت، من صالات مزادات، من متاحف عالمية، كمان من ده رقم فظيع اللي حضرتك بتقوله، ده رقم مرعب. 29,000 قطعة تم استردادها. طبعا يا فندم، وده اللي دعا دول كتير من الدول العربيه ودول الاتحاد الافريقي ودول امريكا اللاتينيه الى محاوله استنساخ التجربه المصريه في عمليات استرداد الاثار، وذلك لنجاح التجربه المصريه في هذا الشان. طيب استاذ شعبان، بالتاكيد يعني الواحد مش محتاج يسال لكن لازم نعرف والناس كمان تعرف، ايه اكتر فتره خرجت فيها اثار من مصر بطرق غير شرعيه او طبعا بطرق فرديه؟ ما نقدرش نقول أكتر فترة، لأن مصر مرت في خلال القرنين الماضيين بفترات كتير، منها فترات حروب، منها فترات ضعف، فخرجت مجموعة من القطع الأثرية. احنا مصر بتعاني من ظاهرة الحفر خلصة في المواقع الأثرية. حضرتك لسه شارحة دلوقتي ان في تحت البيوت وناس بتحفر وتطلع وتتاجر في الآثار. ده احنا مش ما عندناش يعني خلفية بالعدد القطع اللي خرجت قد ايه من ده، ولكن التحرك الاخير في الفتره الاخيره يمكن في اخر 5 سنوات ادى انطباع للعالم كله ان مصر لا مش هتقف ومش هتسيب ولا قطع اثريه خرجت بطريقه غير شرعيه. ده ادى رساله مهمه جدا للعالم في الداخل والخارج ان احنا هنسترد اثارنا مهما كان الثمن ومهما طالت الوقت يعني. طيب استاذ شعبان، في حاجه طبعا ما اقدرش حضرتك تكون موجود معانا وما نسالش عنها، في محاكمه العالم كله بيتكلم عنها، مدير متحف اللوفر او مدير السابق لمتحف اللوفر، ومن ضمن تفاصيل هذه المحاكمه الحديث عن قطع اثار مصريه
هذا الرجل كان متورط في انه التجاره فيها بشكل غير شرعي. هل حضرتك او الفريق كمان المشرف على استرداد الاثار متابعين القصه دي ومتابعين الملف ده؟ وهل في تحركات حصلت في هذا الشان تحديدا؟ لانه دي حاجه بتثير الجدل في العالم كله، لانه عنده مجموعات كبيره من القطع، ومن اهمها قطع مصريه. طبعا في الحقيقه يعني اسمحي لي بس استاذه دينا، انا مش يعني عشان القضيه لسه قيد التحقيقات في فرنسا وفي امريكا وفي اكتر من دوله وكمان في مصر، منتظرين الى انتهاء التحقيقات ما بنعلقش، لكن ان شاء الله قريب نقدر بعد ما التحقيقات تخلص هنقول كل اللي احنا توصلنا ليه. لكن احنا متابعين طبعا من اول دقيقه الملف ده، ومتابعين كل التحقيقات، وكمان احنا انفولفد فيه ومشاركين فيه كمان. مشاركين فيه، دي اهم نقطه تفرق معانا. يعني احنا في بيننا وبين فرنسا اتفاقات زي الاتفاقات اللي قرينا عنها بين مصر وسويسرا لاستعاده اي اثار مهربه؟ لا، ما فيش بيننا وبين فرنسا اتفاقيات في مجال استرداد الاثار، ولكن في تبادل معلومات وفي تبادل ثقافي، واحنا كمان من خلال ده في اكتر من دوله بتساعد مصر في مجال استرداد الاثار، وبنتبادل المعلومات في حمايه مصر وحمايه العالم كله من الظاهره البغيضه وهي الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافيه على عموما، يعني مش بس المصريه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ شعبان عبد الجواد، المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المسترد. الرقم اللي أستاذ شعبان بيقوله مرعب، يعني إحنا لما نقول 29 ألف قطعة آثار مهربة مستردة، يعني هو مش بس لازم نفكر في الحتة السلبية إنه زي دي كل ده خرج على مدار عقود طويلة بطرق غير شرعية، طبعا ده مش مفروض ومش لازم يحصل، وبالتأكيد تضييق الخناق اللي حاصل مؤخرا بيقلل بشكل كبير، لكن انت بتتكلم عن ثقافة. انا بقول لحضرتك وانت اكيد شفت وكلنا بنشوف، في ناس بالنسبة لها ده مستباح، وخلط المعايير وخلط المفاهيم، ودخلنا الحلال في الحرام كده على مدار عقود، فدي قصة كبيرة تانية. لكن الاسترداد والوعي وكون الدولة موجودة على خريطة الدول اللي واعية بتاريخها وتراثها وقادرة على استرداده، ده في حد ذاته حاجة عظيمة جدا وإيجابية، أتمنى أنها تستمر. ناهيك بقى عن موضوع تاني نتكلم عنه إن شاء الله في وقت تاني، أنه لما تبقى عندك كنوزك بتعرضها إزاي وتقدمها إزاي وتسوق لها إزاي، دي كمان قصة تانية إحنا نتمنى أنها تفضل طول الوقت محط أنظارنا وطول الوقت قدام عينينا. من الآثار للحاضر بقى، احنا عايزين طول الوقت لما نتكلم عن اللي فات وعن عظمة اللي فات نرجع نشوف انه الحاضر فيه فرص كتيرة جدا للفخر. ومن ضمن الحاجات الجميلة والمبهجة بتبقى دايما انه نبقى عندنا فكرة جديدة، ويبقى عندنا حاجة جديدة نقدمها للبشرية. ده دايما السؤال المهم، ازاي تضمن مكانك في وسط حضارة البشرية، انك عندك ما تقدمه للبشرية. العلم هو أجمل ما وأغلى ما عندنا إن احنا نقدمه للبشرية، عشان كده الخبر اللي النهاردة ساعدنا بيه هو أنه 4 طالبات بكلية الهندسة في الجامعة الأمريكية توصلنا إلى اختراع خرسانة ذاتية الإنارة، والعنوان كده في حد ذاته لذيذ جدا. الخرسانة بتعتمد على امتصاص أشعة الشمس نهارا وعكسها ليلا، والفكرة لذيذة جدا، لأنه أولا أنت بتقول أكيد دي حاجة صديقة للبيئة، وكأنك بتتكلم في لمبات الطاقة الشمسية، لكن دول عملوا خرسانة. اللي احنا شايفينه الفوسفورك المنور ده خرسانة. العالم كله عنده تحدي في مسألة الطاقة، ففكرة أن أنا عايز أنور شارع ولا أنور طريق وآليات وصرف فلوس كتير على إنارة الطرق، يمكن تكون الفكرة العظيمة دي الخرسانة اللي ليها خواص نفس خواص الصلابة للخرسانة العادية، لكن بتنور بالليل، ده إيه الجمال واللذاذة دي؟ يعني لازم نسمع منهم بقى، نشوف أو فكرة هذا المشروع، وبالتأكيد الإشراف عليه من دكتور محمد نجيب أبو زيد، أستاذ هندسة التشييد بالجامعة الأمريكية. دكتور محمد، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك وتحياتي للطالبات، هم طالبات كلهم بنات؟
تخيلي مجموعه لا اربع اتخيل بنات طبعا في منتهى الشطاره، طبعا في منتهى الشطاره. احكي لنا يا دكتور خلفيه الفكره دي، امكانيتها، يعني انه تخيلي، طبعا انا ماليش في الهندسه خالص، خايبه قوي، بس يعني اللي احنا نفهمه انه رقائق الطاقه الشمسيه دي حاجه اولا غاليه جدا، مكلفه جدا، وهي شيبس، لكن احنا عملناها في خرسانه. احكي لنا بقى. تمام، هو بقى كلام حضرتك صحيح جدا، هي مش رقائق التقليديه بتاعت السولار سيلز او خلايا شمسيه، الطاقه الشمسيه، ولكن مواد بتضاف لخلطات الخرسانه، ومقدمه حضرتك جميله جدا وهادفه جدا وصحيحه جدا. ليه بقى؟ لان احنا بنتكلم على مواد صديقه للبيئه، بنتكلم على اشعه شمس متوفره، وبالذات في مصر الحمد لله تقريبا على مدار اليوم، مش مدار السنه بس، فالمواد دي بتمتص وبتتاثر بالضوء وبتدس مره اخرى في فترات الليل او فترات المسائيه. طبعا حضرتك بتسالي على الفكره، في محاولات شتى في هذا المجال للبشريه كلها، علامات ارشاد على الطرق بتكون بتنور، اشارات بتنور لما يجي على نور العربيه، او نور اي حاجه في الطريق بالليل بتدي اضاءه، كلها حاجات عاكسه مش حاجات هي بتنير. أيوة. تمام. الاربعه ليديز وهم فعلا اربعه بنات عملوا ايه؟ هم اختاروا مجموعه من المواد المتوفره في مصر كلها، يعني ما استوردوش اي حاجه من بره مصر. اوكي. جربوها بكذا طريقه بحيث يجدوا الشكل الامثل. طبعا ده مشوار، يعني ده مش موضوع، مش حاجه بسيطه دولة كده. واحدة. طبعا. ايوه بالظبط. واحب اقول، وده يعني اعترافا بمجهودهم او مجهودهن بقى، ان هم في يناير اللي فات في عز البرد وعز كوفيد دوهم يقدموا البحث بتاعهم في واشنطن، وسافروا هم الاربعه وبنجاح، وانا كنت موجود الحمد لله، وكنت فخور جدا هم بيقدموا البحث بتاعهم في واشنطن في قلب يعني احدى قلاع العلم في العالم هي الولايات المتحده الامريكيه. عظيم. دكتور محمد، اللي حضرتك بتقوله معناه ان احنا عدينا مراحل التستنج، عندنا بروتوتايب وعندنا منتج قابل للتنفيذ، مظبوط كده؟ ده بقى سؤال بقى جميل جدا اخر. ليه؟ احنا هم عدينا يعني تخطينا مراحل التستنج، يعني الاختبار البحث بتاعهم او الاختبار، فعلا انها مواد صالحه جدا للاستخدام، يجب النظر فيها، يجب تطبيقها على نطاق اوسع. المرحله اللي بنتكلم عليها ان احنا عاوزين جزء من طريق، مش لازم يكون طريق سريع، مش لازم يكون طريق عليه مرور كبير او كثيف، جوه منتجع، جوه شوبينج سنتر، جوه اي حته، الطريق ده ناخد منه 10 متر او 20 متر او اكثر او اقل، وتطبق فيها هذه الماده، تمشي عليها الاحمال، العربيات، ممكن تبقى احمال خفيفه في طول التجربه، بحيث يخرج زي ما حضرتك قلت كده من النموذج او البروتوتايب الى التطبيق العام، بطبعا دراسه الاقتصاديات الخاصه بيها. اعتقد ان الطلب ده بسيط قوي، يعني ده احنا دلوقتي حالا ممكن نلاقي انه في الاف من او مئات من المهتمين وعشرات من اصحاب القرار يقولوا لحضرتك قوي قوي، دي حاجه عظيمه جدا. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه عجبتني برضو النهارده الحقيقه، انا وزمايلي الحقيقه احب اشيد بزملائي في كليه الهندسه وفي قسم هندسه التشييد في الجامعه الامريكيه، بنتلقى كميه مكالمات واتصالات من ناس مهتمين او سواء جهات بحثيه سواء جهات تطبيق او تنفيذ، فدي بتدينا احنا شخصيا امل، وامل كبير ان الشغل اللي بيتعمل من ابنائنا طلبه وطالبات، هناك من يستمع اليه، هناك من هو عنده استعداد يتبناه، بس يا رب ما نكمل هذه الرحله على خير، وفعلا يخرج حيز التطبيق على نطاق واسع ان شاء الله. يا رب. سؤال اخير يا دكتور، بما انه احنا بنتكلم في حاجه منتج موجود فعلا، التكلفه بتاعه الخرسانه دي اعلى اقل نفس التكلفه من الخرسانه الموجوده بالفعل؟ ده سؤال اخر بقى، لازم هيتسال ولازم نجاوب عنه. اقول لحضرتك، لو حضرتك قارنتيها المنتج الخرسانه دي مقارنه بالخرسانه اللي بتيجي كل يوم، اكيد هتبقى تكلفه المواد الموجوده دي خاصه انها جديده ومستحدثه اغلى. ولكن لكن في الحلم ما بتحسبش مواد قصاد مواد، بشوف بوفر طاقه قد ايه في عمر المشروع، بشوف توفير للبيئه قد ايه، بشوف عامل الامان
وربنا يحمي الجميع ويحمينا والارواح اللي بتزهق على الطرق طبعا. لا لما بقلل من هذه الحوادث لا التكلفه هتبقى في صالحها بشكل كبير بالتأكيد. وده فعلا ده اللي هو الفيز او الطول الاخر او المرحله الاخرى من تطبيق هذه الدراسه وهذا البحث. أنا مش عارفة أشكر حضرتك إزاي، وأخيرا أنا تقلت عليك في الأسئلة، أنا عايز أعرف أسماء الطالبات الحلوات دول. طبعا أحب أفتكرهم بكل خير، أفتكر فاطمة أيوة ومنة أيوة وميار، أتمنى يكونوا جميعا سامعيني دلوقتي. أيوة أربع طالبات وزينب طبعا وزينب. أربع طالبات وهقول برضو كلمة أخيرة، عادة وأنا بشرف على مشروعات ببذل مجهود كبير مع الطلبة اللي بشرف عليهم. دي واحدة من الحالات اللي كنت المجهود اللي ببذله قليل، لأن هم كانوا بينطلقوا ويبحثوا عن الجديد بمفردهن بجد والله يا شباب. حاجة أقول لك حقهم الاجتهاد والمثابرة ومحاولاتهم دايما إن هم يطلعوا أحسن شغل ممكن بصرف النظر عن إن ده مشروع تخرج. الله، انا بشكر حضرتك، واحنا شايفين صورتهم هم فاطمه ومنى وميار وزينب، حاجه تشرف. ودكتور محمد بكرر شكري لحضرتك، ويا رب نفضل على تواصل، يا رب النهارده انا متاكده انه اكيد يعني مش بس هقول مطورين عقاريين ولا مشروعات موجوده في بلدنا في كل شبر في بلدنا، لكن كمان انا متاكده انه صناع قرار، ومتاكده انه بلدنا انا بشوف بعيني قد ايه احنا بقينا مهتمين بالطاقه الشمسيه، لما تمشي في طرق جديده بتشوف لمبات الطاقه الشمسيه، واحنا عارفين انها غاليه ومكلفه، فقد يكون ده مش للاناره لكنه للامان، قد يكون ده لاستخدام بسيط. اللي دكتور محمد بيقوله مهم جدا، تجربة حاجة حلوة زي دي لما تحصل في بلدها في بلد المنشأ أغلى وأهم وأعظم بكتير جدا من أنها تحصل في أي مكان تاني في العالم. فكل التحية لكل حد تاني عنده حاجة يقدمها للبشرية. طيب، من مشروع جميل نروح يعني لخبر يهم كل الناس وتحدي يومي، يمكن في وسط تحديات كتيرة بنمر بيها، احنا بدأنا الحلقة وقلنا التحدي العام للعالم كله هو تحدي اقتصادي، ما عندناش بقى تحديات رفاهية ولا مين هيبقى متقدم أكتر ومعدلات النمو، كل ده كلام مهم جدا، لكن هو تحدي اقتصادي لدعوة بأكل العيش، هناكل إيه؟ هنكفي شعبنا، هنعرف ناكل والناس تروح شغلها وناس تحافظ على أشغالها، دي التحديات الأساسية. عشان كده واحدة من الوزارات اللي احنا عارفين ان عليها تحدي حقيقي في توفير لقمة العيش حرفيا وليست مبالغة هي وزارة التموين. النهاردة دكتور علي مصلحي وزير التموين أصدر بيان بيتكلم فيه عن الإجراءات اللي تم اتخاذها لصرف الخبز المدعم اللي تفعيلا وتمكين لوصول الدعم لمستحقيه، ودي الجملة اللي هتلاقونا بنسمعها كتير قوي، لكن هي الهدف الأكبر، مشكلتنا الحقيقية واللي لو ما واجهناش نفسنا بيها نبقى بنتشيك بقى وبنعمل نفسنا اننا مثاليين، والحقيقة ان احنا مش محتاجين نعمل كده خالص. احنا اوحش عيوبنا كمجتمع او بعضنا يعني في المجتمع اننا نعرف نتلاعب على كل حاجة حلوة، وبالمناسبة ونعرف نبوظ كل حاجة حلوة، كل حاجة حلوة من اول الدعم بتاع رغيف العيش اللي معمول عشان ما بالمنطق كده اللي مش قادر يجيب ثمن رغيف العيش العادي لازم ياخده مدعم. فتخيل بقى ان اللي قادر يروح يتلاعب على حق اللي مش قادر، قصه تاني، مخزون اخلاقي عنده مشاكل بقالنا كتير، لكن احنا شاطرين قوي في ده نتلاعب في كل نظام. عشان كده هتلاقوا انه حتى منظومه التموين، منظومه الدعم، اي منظومه حكوميه يقول لك ان احنا بنعمل بث تجريبي او بنجرب الخدمه، وبعدين لما تظهر بقى الفهلوة العظيمة اللي احنا بنسميها فهلوة وذكاء، مش ذكاء أبدا، تدي يحصل تحديث لهذه الخدمة، وبالتالي في تحديث كبير لدعوة بالمستفيدين، والمستفيدين من دعم الخبز المفروض أن بيوصل عددهم ل 72 مليون مواطن. الدولة بتدعم الخبز بما يزيد عن 66 مليار جنيه سنويا، يعني اقسم كده على 12 شهر 5.5 مليار جنيه شهرية. ايه الضوابط بقى عشان نمنع الالتفاف وعشان نمنع ان حد ياخد خبز مدعم ويروح يبيعه؟ اول حاجة، اول اجراء، انه
عشان احافظ على مكاني في بطاقة التموين لازم رقم التليفون المحمول بتاعي يبقى مسجل. تاني حاجة، صرف الخبز اما يوميا او لمدة 3 ايام مسبقا. الحاجة التالتة انه لو انا صرفت 3 ايام مسبقا ما صرفوش خلال الايام الثلاثة اللي بعدها، طبعا منطقي. في حالة صرف الخبز اليومين، الانتظار ليومين اخرين. يعني التفصيلة دي انا مش فاهمها قوي بصراحة، بتاعة تنظيم صرف الخبز في ايام، يمكن لمنع التكدس، يمكن لاسباب لوجستية حصلت اثناء تقديم الخدمة، لكن نفهم اكتر من استاذ محمد سعد وكيل وزارة التموين في اسكندرية. مساء الخير استاذ محمد. اهلا بيك. الاول قبل ما اسالك عن الضوابط الجديده، اتفضل ما تحكي لي كده الناس بتعمل ايه عشان، او الفهلوه المصريه وصلت لفين وتعبتكم ازاي؟ طيب، هو عشان نقول فهلوه فللاسف الشديد المواطن هو اللي بيكون السبب الرئيسي فيها. موافقك. ازاي؟ البطاقه التموينيه دي بطاقه شخصيه، المفروض بتبقى مع المواطن بيحتفظ بيها في جيبه. عايز يصرف تموين بيروح يصرف وياخدها ويمشي، عايز يصرف خبز بيروح يصرف وياخدها ويمشي. بعض المواطنين بتتساهل شويه وبتسيب بعض البطاقات دي بتسيبوها عند بعض قله من اصحاب المخابز. يسيبها عند صاحب المخبز؟ يسيبها عند صاحب المخبز، يقول لك بدل ما انساها في يوم، بدل ما تبوظ مني خليها عنده وخلاص، وقت ما بعوز العيش اروح اخده منه. واخد بال حضرتك؟ بيعمل ايه بقى صاحب المخبز؟ صاحب المخبز بقى بيعمل ايه؟ وده اللي هو بسببه صدر التنظيم الجديد اللي احنا مع الوزير اصدره النهارده. صاحب المخبز كان الاول البطاقه فيها رصيد خبز للمواطن، احنا الحصه بتاعت المواطن، بس عشان نبقى واضحين برضو رساله للمواطنين عشان بعض الشائعات اللي طلعت. حصه المواطن 5 ارغفه في اليوم. يوميا 5 ارغفه ب5 قروش بنفس الوزن بتاعه، ما فيش اي تغيير في الحصه ولا في السعر ولا في الوزن ولا في نقاط الخبز للارغفه المتوفره. حلو، يعني العيله اللي 4 افراد بتاخد 20 رغيف. 20 رغيف يوميا. 20؟ اوكي. 20 رغيف بجنيه، صح كده؟ 20 رغيف بجنيه، تمام. الاول كان بيبقى المواطن بياخد العيش اللي هو محتاجه والباقي بيفضل رصيد في البطاقه. فلو البطاقه سايبينها عند احد اصحاب المخابز كان بيبقى صاحب المخبز ممكن ايه، لو المواطن بيقعد 3 4 ايام ما بيصرفش يبقى هو ضاربها يومين مثلا او 3 وياخد الخبز ليه هو ويبيعه حر. يجي المواطن ثاني يوم يروح يصرف بيلاقي رصيد عادي في البطاقه وبيصرف. فما بيعرفش ان ايه الرصيد بتاعه اقل او اتاخد منه. النهارده النظام الجديد اللي اتعمل ده عشان لو حصل حاجه زي كده هتكشف فورا قدام المواطن. اوكي. وده اللي حصل بالفعل، لان النظام دوت متطبق من يوم 1/6. هتكشف ازاي يعني؟ المشاكل كلها ابتدت امبارح الناس تتكلم عليها والنهارده. ليه؟ لان المواطنين اللي سايبين بطاقات عند بعض اصحاب المخابز ممكن يكون صاحب المخبز طرف يومين او 3. وبالتالي المواطن ما عندوش، المواطن راح النهارده يصرف ما لقاش خبز في البطاقه بتاعته. فهمت. فطلعوا اشاعه ان الحكومه نقصت الحصه وان انت صرفت امبارح يبقى مش هينفع تصرف النهارده وتيجي بكره تصرف. دي كانت كلها اشاعات، لان هو في الغالب قد يكون صرف الحصه بتاعت اليومين. فهي عمليه تنظيميه للمواطنين. حلوه. يوميا بيصرف ال5 ارغفه بتوعه. من حق بعض المواطنين كبار السن او اللي عندهم ظروف او كده ممكن مش قادر يروح المخبز كل يوم، فممكن ياخد حصه يوم او يومين او 3. حلوه. ده ما هو عايز. حلوه. بس زي ما حضرتك قلتي برضو ان انا طالما خدت العيش بتاع يوم الاحد والاثنين فالطبيعي ان انا مش هروح يوم الاحد او الاثنين اخد عيش. هروح الثلاث. بالظبط. هلاقي حصتي موجوده. طيب نفترض المواطن ما راحش خد يوم السبت عيش وراح يوم الاحد عايز العيش بتاعه، هياخد حصه يوم الاحد بس. حصه يوم السبت هتتحول لنقاط خبز. بالظبط، يعني مش هتتجمع له اخر الشهر. بيطلع له مبلغ بيروح يصرف بيه سعر تموينيه من عند المنافذ التموينيه بتاعتها. بالظبط، ما يبقاش باثر رجعي ما يقدرش ياخد، لكن لا، لكن ياخد مستقبلي. حلوة. وهي دي كانت عمليه تنظيميه جدا. دي حاجة مهمة جدا. موضوع تسجيل رقم الهاتف، الهدف منه طيب. انه بيوصلني تحديثات او اي تواصل معايا؟ طب هقول لحضرتك، احنا طبعا في ظل التحول الرقمي اللي دعا اليه السيد الرئيس، النهارده كانت وزارة التموين طبقة فعلا في التحول الرقمي في تقديم خدماتها على مواقع التواصل الاجتماعي. احنا عندنا موقعين بيأدوا خدمة التموينية لأصحاب البطاقات التموينية، موقع دعم مصر وموقع مصر الرقمية. الخدمات ديت من المواطن لو في ايده بطاقه التموين بيخش بيسجل رقم بطاقه التموين
وبعد كده بيفتح له الموقع اللينك بتاعه، بيقول بقى عايز خدمتي، عايز اعمل بدل فائد، بدل تالف، عايز احول بطاقه. فسهل جدا اي مواطن يلاقي بطاقه او يسرق بطاقه ان هو يخش يحولها او يطلع بطاقه غيرها او يتصرف فيها كيفما يشاء. طب النهارده انا عايز اتحقق من المواطن اللي داخل على الموقع عشان يؤدي خدمه تموينيه. اتحقق منه ازاي؟ لازم يكون عندي قاعده بيانات كامله وفيها رقم هاتف مسجل باسمه بنفس الرقم القومي اللي مسجل عندي على قاعده البيانات. وبالتالي لو دخل يطلب خدمه ببعت له رساله تاكيديه اس ام اس على رقم الموبايل بتاعه المسجل عندي. حلوه. في رقم سري دخله لي عشان اطمن ان انت صاحب البطاقه. حلو جدا. عشان البطاقات الدواره دي اللي ماشيه الناس بتوزعها. بس فدي كانت حاجه مهمه جدا لمصلحه المواطن قبل ما تكون لمصلحه الحكومه. احنا دايما بندور ازاي نطمن ان البطاقه مع اللي يستحقها. طبعا. عشان كده بنعمل بعض الاجراءات. بعض المواطنين قالوا ده عايزين رقم الموبايل علشان يشوفوا بسعر الفاتوره بقد ايه ويشيلوني من التموين. غير صحيح بالمره. طب انا عندي الرقم القومي بتاع حضرتك، اقدر اتواصل مع الاربع شركات واجيب استهلاكاتك. مفيش ادنى مشكله عندي. بالظبط. انا كل اللي انا عايزه عايز اتواصل معاك. عندي تحديث، بدل ما ابعت مجموعه مكدسه في توقيت واحد ويحصل تكدس على المكاتب التموينيه، انا هبعت لمواطن وقت ما يظهر حاجه ليا انا عندي كقاعده بيانات. بالظبط. هبعت لك رساله اس ام اس اقول لك لو سمحت انا عايز بيانات كذا، لو سمحت في تحديث كذا، هيقدر يتواصل معانا ويبقى بسهوله جدا نقدر نتواصل مع صاحب البطاقه الفعلي. انا بشكرك يا استاذ محمد وربنا يعينكم على المسؤوليه الاصعب، وصول الدعم المستحقين. احنا عندنا ازمه كبيره جدا، يعني انه في ناس، وده ذنب مجتمعي احنا نشيله طول عمرنا، هنفضل شايلينه لحد ما يتغير، انه في ناس فعلا مستحقه المساعده، مستحقه الدعم، احنا مش عارفين نوصل لهم لسه، لا الحكومه عارفه توصل لهم، ولا الافراد، ولا الجمعيات، ولا الناس بتشتغل في الحاجات الخيريه، لانهم تحسبوهن يعني نحسبهن اغنياء من التعفف، يعني لانه اللي محتاج فعلا نفسه عزيزه بشكل، واللي محتاج فعلا لا ليه في اللف ولا في الدوران ولا في للحركات اللي بتتعمل اللي بتاكل حق المحتاج. والحقيقه ان اللي بيحصل من الحكومه بنبقى ليه مبسوطين وممتنين انه في حاله من الضبط، مش عشان احنا عايزين نغلس على بعض، لكن احنا عايزين نمنع الحرامي اللي في وسطينا من انه ياخد حق الراجل اللي ساكت اللي قاعد في اخر الطابور ده اللي هو اكتر واحد مستحق. هنرجع ونقول ونعيد في القصة دي، في حاجة في الكود الأخلاقي بتاعنا كمصريين لازم تتظبط، وفي حاجة اللي في أجيال كده ما تعلمتهاش، لو لحقنا نعلمها ونقولها لبعض، يعني في مجتمعات كده أوحش حاجة عندهم الكذب. إحنا مين قال لنا يا جماعة إن الكذب ده حاجة عادية؟ أوحش حاجة أو أكتر حاجة مرعبة السرقة، لكن السرقة بتاعت أمد إيدي في جيبك، لا مش هي دي بس السرقة، لكن اللي بياخد عيش مدعم وهو مش محتاجه حرامي بالمناسبة. وروح قول للي جنبك اللي بياخد عيش مدعم واللي خايف انه لحسن فاتوره تليفونه بكام الف جنيه وهو بياخد لسه عيش مدعم، قول له انت حرامي. خلونا نصحي بعض كده ونرجع الكود الاخلاقي يظبط، عشان يمكن بعد فتره ايا كان بقى حسب احنا وشطارتنا تخلص ونتحرر من الحته دي. فاصل ونكمل مع حضراتكم التاسع. النهارده هنعلن جميعا عن بدء فعاليات اكبر معرض رياضي في مصر والوطن العربي ان شاء الله، سبورتس اكسبو، اكسر رقمك. الذي تنظمه وزاره الشباب والرياضه بالتعاون مع شركه دلتا كونكس ومركز مصر الدولي للمعارض، وتحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. طول فترة شغلنا في تنظيم المعارض والمؤتمرات والاحتفالات القومية في مصر، كنا بنشوف تحديات كبيرة جدا للمصريين تحولت مع الإصرار والإخلاص إلى إنجازات، وكان لنا شرف إن احنا نكون جزء صغير منها. هذا الحدث حلم كبير جدا، حلم بيوازي حلم الدولة المصرية، حلم بيوازي كمان يعني المشروعات وجمهورية مصر العربية الجديدة في كل القطاعات المختلفة. نهجنا من البداية ان احنا ازاي هذا القطاع الكبير القطاع الرياضي يكون قطاع خدمي، قطاع بنائي،
بناء الإنسان، لكن الجزء الاقتصادي أو الجزء الاستثماري كمان موجود. نهج الدولة المصرية ودعم فخامة الرئيس الكبير للقطاع الخاص، خلينا كمان نفكر في هذا الموضوع. من 6 شهور وإحنا بنفكر مع أكبر شركات القطاع الخاص إن إحنا لما نعمل بحجم حلم الدولة المصرية نعمل أكبر حاجة. المعرض في 4 يناير سنة 2023 وإذ به يتعمل ليه هذا المؤتمر الصحفي قبله ب6 شهور، فده نمط جديد من التعامل ونمط جديد من التسويق، وبيبين مدى أهمية هذه الجوانب في حياة الإنسان وتطوير حياة الإنسان المصري. ده حدث بالنسبة للعالم، ده بيبقى أهم حدث بيحصل معارض كتير في العالم بره، بس أهم معرضين بيحصلوا بيبقى قالب العالم، دول بيبقى الناس بتستناهم من السنة للسنة، لأن بالنسبة لهم بيبقى معرض الناس حابة تشوف كل ما هو جديد ليه علاقة بالإنسان، ليه علاقة بصحة الإنسان. الدعم اللي احنا واخدينه من سيادة رئيس الجمهورية وسيادة وزير شباب الرياضة، لا السنة دي هتبقى قوية جدا جدا جدا، ومعرض هيبقى كبير. واحنا كنا بنتكلم على شوية قاعات صغيرين، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب دعم وادى قاعات تانية أكبر ودخل مجالات تانية كتير ليها علاقة بالإنسان وصحة الإنسان. بالنسبة لنا كرياضة أو كشعب التجار الرياضة، احنا بنوفر الأماكن المميزة للتجار عن طريق الاتفاقات مع الأستاذ حازم حمادة. في المعرض نفسه في شركات داخلة علشان تقوم بالتقسيط للسادة الزوار، وفي نفس الوقت كمان هيبقى في تمويل من خلال رئاسة مجلس الوزراء للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، في تعاون معها ان هي تقدر تدي قروض للشباب عشان يقدروا يعملوا عمل يعني تجهيزات رياضية، سواء مصانع سواء أجهزة سواء مشاريع صغيرة. فالدولة مشاركة معنا بصورة كبيرة جدا. لما بنتكلم انه في تحديات للاقتصاد وتحديات عالمية للاقتصادات العالمية، في شكل جديد للاقتصاد وفي ترجمة جديدة للاقتصاد. الاقتصاد الرقمي هو مصطلح مش جديد، ما نقدرش نقول انه جديد، لكن هو طريقة من طرق تقييم اقتصادات عالمية. والحقيقة أنه في بعض الدول لأنها سبقت واهتمت بالفضاء ده وبالديجيتال ايكونومي أو الاقتصاد الرقمي سبقت كتير جدا. عشان كده هناك ما يسمى بالاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي اللي أطلق المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي برعاية جامعة الدول العربية. المؤشر ده مهم جدا لأنه بيقدم تحليلات وبيقدم توصيف لأوضاع أو وضع الاقتصاد الرقمي العربي، ونقدر من خلال هذا المؤشر نقيس نشوف الدول العربية إلى أي مدى تقدمت، إلى أي مدى هي قادرة تواكب تحولات حقيقية. هي مش بس تحولات بتحصل، هي حصلت بالفعل في اقتصادات العالم كله، إلى أي مدى بنستفيد منها. الحاجة الأهم بقى أنه مؤشر الاقتصاد الرقمي هو أداة مهمة جدا، اللي عايز يجي يستثمر، اللي عايز يحط أو يضخ استثمارات في مجتمع ما أو في دولة ما هيسأل. هو مؤشر مهم لصناع السياسات، للحكومات، للمؤسسات، للمجتمع المدني، كل الناس دي يهمها جدا تشوف الناس دي فين في عجلة الاقتصاد الرقمي. الحقيقة أنه ممكن نكون عندنا أسئلة كتير، نقول من أول التعريف، من أول يا جماعة طب اشرحوا لنا لحد إحنا واقفين فين في يعني المؤشر العالمي مش بس المؤشر العربي. دكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ممكن يجاوبنا على كل الأسئلة دي، يكون عنده بقى صدر رحب يتسع لأسئلة كتير محتاجين نفهم الموضوع بتفاصيله أكتر. مساء الخير على حضرتك دكتور عبد الوهاب. اهلا يا دكتوره، يعني انت اعلاميه متميزه فاسئلتك كلها قويه الحقيقه. انا بشكرك يا دكتور، ده احنا متشرفين. ويمكن احنا عايزين نفك اشتباك عند بعض الناس، هو الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد قائم بذاته
ولا هو ترجمة لاقتصاد موجود حقيقي موجود على الأرض، أو هو كله اقتصاد حقيقي بس اقتصادات موجودة على الأرض لكن دي طريقة للتقييم؟ في اشتباك في الحتة دي. هو الحقيقة الاقتصاد الرقمي هو كل ما يتعلق بالاقتصاديات القائمة على تطبيقات الانترنت بشكل عام. يعني التجارة الإلكترونية، المدفوعات الإلكترونية، كل ما هو متعلق بالإنترنت، ما يجرى من ترانزاكشنز أو معاملات أيا كان نوعها عبر الإنترنت، هي على طول تدخل في مجال الديجيتال إيكونومي، الاقتصاد الرقمي. هقول لحضرتك بس حاجة صغيرة قوي. النهاردة حجم الاقتصاد العالمي حوالي 100 تريليون دولار. حجم الاقتصاد الرقمي متوسط في العالم حوالي 25% من الاقتصاد العالمي، يعني ما يقرب من 25 تريليون دولار. وده مبلغ ضخم جدا إذا قارنا على الأقل إن الاقتصاد العربي كله ال 22 دولة يساوي حوالي 3 تريليون دولار. شوفي حضرتك بقى الدول العظمى بقت الثروات الحقيقية النهاردة ما بقتش البترول والغاز والزراعة والصناعة، لا بقت صناعة المعلومات. صح. بس كده يعني. وأزيد نقطة مهمة جدا هنا عشان نعرف أهمية هذا الكلام. أكبر 5 شركات في العالم قيمتها السوقية ما يقرب من 7.5 تريليون دولار. يعني تخيلي 5 مدراء تنفيذيين بيتحكموا في ميزانية قد ميزانية الوطن العربي بما فيها دول البترول 2.5 مرات. بقى النهاردة مدير تنفيذي لأي شركة من هذه الشركات العملاقة بيعامل معاملة رؤساء دول. وعلى سبيل المثال لما شفنا في أمريكا في عصر الرئيس ترامب شركة تويتر وقفت حساب رئيس دولة وهو قائم على رئيس الدولة. بالظبط. شوفي حضرتك وكأنها أقوى من حكومات. ده حقيقة. النهاردة إيلون ماسك النهاردة عنده مئات وآلاف الأقمار الصناعية، هيطلق النهاردة الموبايل بتاعه تسلا، يبقى خلاص الموبايلات كلها شركات المحمول في الدول النامية والنشأة هتعاني، لأنه خلاص هيبقى الموبايل منه للساتلايت، هيبقى حتى التحكم فيه صعب. بالظبط. ويعني هي الفكرة اللي حضرتك بتقوله دي كمان الزاوية السياسية للموضوع، لكن تاني اقتصاديا حضرتك قلت رقم خطير جدا، انه احنا مساهمتنا 3% من الكعكة اللي هي 25% من اقتصاد العالم. لا احنا اقل، ده احنا 3 كمان. ده احنا 3 تريليون ده حجم الاقتصاد العربي كله. لكن ده 3 تريليون مش 3% كمان. بص حضرتك احنا المتوسط العالمي 25%. لو نمسك دولة زي الصين حجم الاقتصاد الرقمي حجم اقتصادها كله حوالي ما يقرب من 16.5 تريليون دولار. الاقتصاد الصيني الرقمي نسبته حوالي 35% من الاقتصاد الصيني، يعني أكثر من 6 تريليون. يعني الصين بس الاقتصاد الرقمي بتاعها قد الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية 2. لكن نيجي بقى في الدول العربية، المتوسط الاقتصاد الرقمي معدله في الدول العربية حوالي 6%. يعني تخيلي المتوسط العالمي 25، دولة زي الصين 35، المتوسط في الدول العربية 6%. طبعا في دول أعلى في دول أقل، لكن ده المتوسط ل 22 دولة عربية. عشان كده لما احنا بنقول احنا في جاب وفي فجوة كبيرة جدا رقمية بين معظم الدول العربية ودولة زي الصين أو الدول الأوروبية. إذا احنا لازم بقى طبعا نشوف نسد هذه الفجوة ازاي. لما حضرتك تفضلي حضرتك لو لا اتفضل كمل يا دكتور. عشان كده فايدة ايه بقى المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي؟ هو في العالم كتير مؤشرات، لكن ميزة المؤشر ان ده بيدرس 22 دولة عربية. وبيضع مؤشر، هو مؤشر مركب من عدة مؤشرات فرعية. بالظبط. علشان تقيس مدى جاهزية الدول العربية للتحول الى الاقتصاد الرقمي. حلو قوي. طبعا. هو ده بقى سؤالي يا دكتور، عشان انا الحكايه دي محيراني صدقني يا دكتور بقالي في شهور. يا ده انت دكتوره عظيمه. لا ده انا سؤالي بقى يا دكتور،
احنا مثلا، انا عشان احنا كمان نفهم كمواطنين عديد، انا ما شرحتش لسه، انا بس بقول تعريف صغير. ايوه انا بس هسال حضرتك في التفصيله بتاعه جاهزيه الدول. انا من الاسبوع اللي فات هنا صدقني في البرنامج يا دكتور كنت بقول كده، احنا كدوله عايزين نشجع الصناعه المحليه وعايزين الصناع بتوعنا يبقوا بيصدروا، ازاي انا مش قادر اخلي الراجل اللي بيشتغل عندي في ورشه في مصر يبيع على موقع زي امازون، يبيع ويصدر للعالم كله زي ما الصين بتعمل؟ طبعا احنا الى اي مدى احنا بعاد من ده، والى اي مدى لو احنا نطينا الحته دي ممكن الصناعات عندنا تنتعش والايدي العامله تشتغل ويحصل تغيير حقيقي؟ يعني التفصيله دي ممكن حضرتك تشرح لنا بيها تطبيقات تانية كتير اكيد. طيب اولا بس هدخل على دي بالتفصيل، بس حاول حاجه صغيره قبليها. المؤشر بيقيس ايه اساسا؟ اولا جاهزيه البنيه التحتيه التكنولوجيه للدول. يعني معناها الشبكه الانترنت شكلها ايه؟ السرعه شكلها ايه؟ الانتشار بيغطي المنطقه الجغرافيه كلها ولا لا؟ الفجوه الرقميه ما بين المدن والريف وما بين الجندر ما بين الرجل والانثى وهكذا، لانه في مجتمعات احيانا بتتيح التعليم والانترنت لفئات غير فئات في مدن غير القرى. إذا دي كلها بتقيس البنية التحتية ومدى جاهزيتها لتطبيقات الرقمية، دي أول حاجة. بناء القدرات وتطوير الشباب. يعني أنا ممكن يكون عندي بنية تحتية حلوة قوي لكن الشباب مش متعلم يشتغل عليها. دي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية الحكومة الإلكترونية في الدولة والتحول الرقمي في الدولة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطن، هل قطعت شوط فيه الدول ولا لا؟ يعني أنا ممكن يكون عندي انترنت عالي جدا بس ما عنديش تطبيقات. تخيل حضرتك واحد معاه رخصة وما عندوش سيارة، طب الرخصة هتعمل له إيه؟ أو عنده سيارة وما هوش رخصة، ما عنديش تطبيقات بتاعتي أملكها، ولا مش كمان مش قادر أستخدم التطبيقات؟ لا مش لازم أملكها، أنا ما عنديش تطبيقات المواطن يستخدمها علشان يدفع الخدمات للحكومية. ولا ما عنديش بوابات دفع إلكتروني ولا ما عنديش بنوك رقمية. يبقى برضو ما زالت عندي نفس المشكلة، ما بستخدمش التكنولوجيا. ونزيد بعد كده بقى البحث العلمي في مجال التكنولوجيا، مدى الأبحاث اللي احنا بنعملها ومدى الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في مجال بالذات التكنولوجيات الذكية بما فيها الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات الضخمة، انترنت الأشياء، الروبوت، الفيرشوال رياليتي والأوجمانتد رياليتي. يعني العالم الافتراضي النهاردة داخل بقوة، احنا داخلين يا دكتورة على عالم الميتافيرس، عالم الثلاثي الأبعاد. يعني بعد كده لما نكلم حد مش هيظهر لي على الشاشة مسطح، لا ده هيجي يقف قدامي في الغرفة اللي أنا فيها مجسم. إذن اللي حضرتك بتقوله كمان يا دكتور بيخص يعني تقييم لأداء الدول العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أعتقد أن الاتصال يعني فقدناه، لكن دكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، المعلومات قيمة جدا ومهمة جدا وخطيرة، وتخض مش تخض لأننا بعاد، لكن تخض لأننا بنتكلم عن حقيقي إنجاز حصل على مجال التطبيقات وتطوير تكنولوجيا المعلومات في مصر. يفرح أننا فكرة الحوكمة والحكومة الإلكترونية بتحطنا على الطريق، وكمان يوضح قصادنا وقصاد كل الدول العربية المسار أو الفرص الكتيرة المتاحة لاقتصادات الدول العربية إذا ما شاركنا في هذه التجارة العالمية اللي سمحت بها التطبيقات التكنولوجية. مساءكم خير. ومرة تانية وثالثة ورابعة هنفضل نتكلم عن الحلول والفرص. هنفضل نفكر نفسنا انه في ازمات، في ازمة عالمية، في اقتصادات مهددة، وفي اقتصادات متعثرة، وفي اقتصادات نامية. لكن هفكر حضراتكم انه في وسط كل هذه الازمات بتظهر فرص حقيقية وتحديدا للاقتصادات النامية. هنا على الترابيزة دي وهنا في الاستوديو ده اتقالت واتناقشت عشرات المرات الحلم الكبير بتاع الصناعة بكل أشكالها وفي كل فروعها. تحديدا كان الكلام عن واحدة من الصناعات الهامة جدا وهي الصناعات التكنولوجية
صناعات السيارات، الحديث عن أعداد الكبيرة جدا من السيارات اللي بتصل إلى مصر سنويا وارتفاع أسعارها، كل التفاصيل دي، ينفع نقول النهارده إن في خبر مهم وخبر يخص هذه الصناعة، وخبر بصراحة طال انتظاره، وهو إعلان أو إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام. الخبرين دول مرتبطين ببعض، والمجلس الأعلى لصناعة السيارات حاجة منتظرة وننتظر أننا نفهم أكتر عن دورها. متشرفين أن يكون معنا النهاردة مهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بالنقابة العامة للمهندسين. مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم. ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله. عارفين يا جماعة طبعا على السر ده مش جديد، أي مهندس في الدنيا لو قلت له يا أستاذ أو يا دكتور أو أي لقب تاني غير الهندسة يزعل، فأنا زعلت مهندس جمال قبل الهوا وبصالحه على الهوا، مهندس جدا. مساء الخير على حضرتك، وخبر حلو ومفرح ومبهج أن نقول عندنا مجلس أعلى لصناعة السيارات، بس قبله بقى إيه اللي سبقه؟ وإيه اللي ممكن نتوقعه منه؟ اشرح لنا كده يا باشمهندس وإحنا يعني كلنا أذان صاغية. إحنا في البداية بس الأول بنتكلم على إن مصر كدولة رائدة بتفكر زي الناس كلها ما بتفكر، اتعودنا دايماً إن إحنا ناخد خطوة للأمام نسبق الناس، أو لما نلاقي الناس سبقتنا ناخد خطوة للخلف. لا إحنا للخلف. ما سبقناش، أه المرة دي ما سبقناش. ناخد خطوة للخلف عشان نشوف الناس عملت إيه ونبدأ نبني من جديد. أول حاجة بنتكلم عليها في هذا المجلس إن هو برئاسة معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فطبعا ده يعني مقام رفيع لرجل في مستوى رفيع في الدولة، فده بيديله أهمية وشكل كبير جدا، بياخد هذه الدفعة من رئيس الدولة برؤية رئيس الدولة ومبادرات رئيس الدولة اللي بتتكلم على المبادرة الأولى بتمكين مصر كمصنع إقليمي للسيارات الكهربية، المبادرة الثانية بتتكلم على إحلال السيارات المتقدمة للعمل بالغاز، ده بيحقق رؤية مصر 2030 بيئة وطاقة وشباب. عشان نتكلم عن المجلس الأعلى لصناعة السيارات، احنا بنتكلم على ان السيارات دي قاطرة تنمية بالنسبة للشعوب، عايزين نقول ان في دول النهاردة قامت فيها شركات، الشركة الواحدة ربحيتها بتساوي موازنة دولة من العالم النامي. يعني بيؤسفني اقول ان العالم النايم مش هو العالم النائم، ليه؟ لان في ناس كتير سبقتنا بخطوات كبيره وكتيره جدا، واحنا دوله ليها وزن ولها ثقل في المنطقه بشكل كبير جدا. ومش عايزه اقطع كلام حضرتك، بس عايزه اقول ليها سبق. يعني انا كان مهم قوي نعرف اول عربيه اتصنعت في مصر كانت سنه كام؟ كنا بنتكلم على شركه النصر للسيارات، والشركه دي ظلت مغلقه حتى الان 18 سنه. فازاي لما يكون النصرات مغلقه بقى لها 18 سنه، والبدايه لما جينا نقول ان الشركه تشتغل، لكن بدات تشتغل كام؟ لا اشتغل قبل كده ب 60 سنه مثلا. فبنتكلم على مهندس عادل جزارين، الرجل الذي ارسى هذه الصناعه في مصر بطريقه يعني كان هو سابق الفكر وكان سابق في في مصر بهذه الطريقه. نتكلم على ان شركه زي دي بكل خطوط انتاجها بكل العنابر اللي فيها المهدمه حاليا كل دي، والناس اللي قاعده هناك من غير شغل بعدد الاف من الفنيين والمهندسين كل دول قاعدين ما بيعملوش اي حاجه. فاللي احنا بنتكلم عنه النهارده بتعملي مجلس اعلى لهذه الصناعه، النهارده دول كتيره جدا على سبيل المثال الصين بتنتج ما يفوق ال 16 بليون سياره في العام. مصر بتستوعب، حضرتك بتتكلمي على ان مصر سوق كبير ومصر بيستوعب عدد سيارات. مصر في اخر خمس سنوات متوسطات التوتال سيلز فوليوم، متوسط عدد مبيعات السيارات في مصر 150 الف عربيه. كلام فاضي، بنتكلم على 2017 يعني كل الازمات وارتفاع السعر وحرق والتخزين كل ده 150 الف عربيه بس سنه 2017 130 الف سياره، ده حجم مبيعات السوق. يعني حضرتك مش شايف اننا قطاع مستهلك قوي للسيارات؟ نيفر. ده انا فاكره ان حضرتك هتقول لي العكس. ولا ما فيش حد يذكر هذا الصناعه في مصر. ليه؟ 2017 السوق المصري بيبيع 130 الف عربيه، 2018 182 الف عربيه، 2019 193 الف عربيه، 2020 بنتكلم على 245 عربيه. مش عارفه اجيبك في الارقام، لا دي بنتكلم في 2021 على 275 الف عربيه. لما ناخد اخر خمس سنين على خمسه يطلع 150 الف عربيه. يبقى حجم كل شركه من الشركات الكبيره اللي احنا بنتكلم عليها، لو عندنا 30 براند في السوق يبقى 150 الف على 30 بنتكلم في 5000 سياره لكل منتج معين او علامه تجاريه معينه.
طب لو جينا نقارن ده بالسوق السعودي على سبيل المثال، تلاقي السعودي السوق السعودي بيستهلك تقريبا في حدود من 800 الى 950 الف سياره سنويا. بس احنا النهارده مش كلامنا عن الاستهلاك، احنا كلامنا عشان نفهم الصناعة. الفرصه مش كده؟ والفرصه اللي عندنا اننا نصنع ليكفي احتياجنا واستهلاكنا، عشان ما تجيش شركه تقول لي هقفل وامشي بما ان مش عارفه اجيب قطع غيار والحاجات اللي بتحصل. ده بقى اللي هنقول عليه. واللي احنا عايزين نفهمه بقى، يعني معلش خدني بس خطوه خطوه، ليه مجلس اعلى ما قرار رئيس الجمهوريه وتوجه رئيس الجمهوريه واضح، رؤيه الدوله لتمكين الصناعه واضح، وكل القوانين اللي تمكن الصناعات المفروض، انا حضرتك صلح لي انا ممكن اكون بقول حاجات مش منطقيه، موجوده، ناقصنا ايه او ليه محتاجين مجلس اعلى؟ احنا بنخاف اصلنا من الحاجات دي. بص يا فندم اقول لك على حاجه، عندما يوكل الامر لغير اهله فما تنتظريش منه نتيجه. بمعنى انا بتكلم ازاي النهارده في مجلس اعلى هيرأسه رئيس مجلس الوزراء او من ينوب عنه. في بدايه الكلام بيقول ان في اتنين من خبراء الصناعه لازم يكونوا في هذا المجلس، الايد اليمين والشمال للدكتور مصطفى. البدايه لازم يكون الاختيار صح، لازم تختار الراجل المناسب في المكان المناسب. انا هدي حضرتك مثال بسيط جدا، بكلم احد الوزراء في موضوع للسيارات فقال لي انا اخلي مستشار يكلمك، فبيكلمني مستشاره فبساله واحد اثنين ثلاثة، قال لا والله انا ما بفهمش فنيا. فصدمت وحضرتك مستشار الوزير في ايه عشان تكلمني انا وانا بكلمك على صناعه السيارات، وازاي نعمل خطوط انتاج سيارات، وازاي نعمل خطوط انتاج بطاريات للسيارات، ازاي نبطل موضوع اللي احنا بنسمعه دوت معدلات البطاله العاليه ما بين الشباب. انت عارفه كليه الهندسه بتخرج في مصر 50,000 مهندس كل سنه. طيب لما نعمل مجلس اعلى نختار رجال لهم الخبرات المتراكمة في هذا المجال بالذات، مش مجال تاني. يعني أنا بأسف أنا بشوف حد خريج زراعة بيتكلم في الهندسة وحد خريج هندسة بيتكلم في التجارة، دي مشكلة كبيرة. فعايزين إيه بقى؟ نحط النقط على الحروف. إحنا بنتكلم بداية مجلس أعلى حاجة ضخمة، حلم هيتحقق. تعملي خط إنتاج في مصر، اتعملت المبادرة الأولى، اتعملت ما بين وزارة قطاع الأعمال وزير هشام توفيق، ما بين شركة دونغ فينج الصينية وشركة النصيرات. بعد 8 شهور فشلت هذه المبادرة. ده بقى السؤال، ليه؟ يعني ليه كل فترة بتظهر جهود؟ هل نقص في التشريعات، ولا زي ما حضرتك شاورت كده وقلت نقص في الخبرات، أو يعني المتخصص اللي درس الفكرة؟ يا فندم يسأل الوزير ويسأل من تحت إيد الوزير إيه اللي فشل المفاوضات. خليني أقول إنه يبقى عندنا خبرات ناجحة وعندنا خبرات حاولنا وما لم نوفق، اذا احنا عايزين نقول انه المجلس الاعلى لصناعه السيارات المفترض انه يتخطى كل العقبات اللي فاتت دي بالظبط، وهيبدا يرسم بوليسي وبروسيدر، هيحط سياسات، هيحط استراتيجيات. عندك مشكله كبيره هي ايه؟ انت لغايه النهارده من 9 سنين 10 سنين مش عارفه تحطي استراتيجيات تصنيع السيارات في مصر. طب ما حضرتك تلخص لنا مشاكلنا، تشريعات لتمكين التصنيع، مشاكلنا مواد اوليه، مصنعات مغذيه، ايه مشاكل؟ اخد خطوه بس ورا. اتفاقيه اغادير ما بين مصر والمغرب ولبنان والاردن وفلسطين قالت ان احنا ممكن نصنع السيارات بمكون محلي 40% من انتاج السياره. عند لما نحقق هذا المفهوم هنبدا نصدر العربيات لبعض بدون جمارك. حلو قوي. كل الدول ما نفعتش، اللي نفع المغرب. المغرب أخذت خط شركة رينو من فرنسا، بدأت تشغل هذا الخط. الملك الحسن شال لهم الضرائب، شال لهم الجمارك، شال لهم كل حاجة، وادهم أرض وبنوا مصنع. المغرب النهاردة هي الدولة رقم 5 في تصدير السيارات إلى الاتحاد الأوروبي. فخر ما بعده فخر. في خلال كم سنة وصلوا للرقم ده؟ احنا وصلنا للرقم ده في حدود 6 سنين 7 سنين. يعني التمكين يؤتي ثمار. بالضبط. بعد كده إن من شهرين شهرين ونص تقريبا بدأت المغرب في تصنيع الطائرات الخاصة. المغرب بأيادي مغربية. النهاردة عندك مهندسين مصريين أكفاء، احنا قلنا احنا بنخرج 50,000 مهندس في السنة طبعا، فدول مشكلة لازم توجد لهم سوق عمل طبعا، أذروايز هيخرجوا يعملوا أي حاجة غير الصناعة. هم ميزة مش مشكلة. حاجة تانية، عندك شعب أعماره متوسطة جميلة جدا، يبقى احنا هنا لما نتكلم عندك أرض، عندك مصانع، عندك 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 حاجات كتير جدا. خلي الدولة تفتح للمستثمرين المصريين والعرب، تفتح للقطاع الخاص يساعد مع الدولة، لأن مفيش حد مفيش إيد لوحدها بتسقف.
فناخد الجنبين ويشتغلوا مع بعض، ده مهم جدا. فلو عندك كفاءات، وفي كفاءات موجوده بره مصر بتقول تليفون قولوا لنا ننزل اسبوع 10 ايام نرسم لكم سياسه ونطلع نطير، فنادقنا وتذاكرنا كلها على حسابنا، مش عايزين منكم بس انا عايزين مصر تبقى في المقدمه. يبقى احنا لما نتكلم اقول لك حاجه يا باشمهندس، انا عارفه انه سؤال ممكن يبقى في ذهن الناس، وسامحني وما تزعلش مني، طبعا بعض الناس وهي بتسمعنا وتحديدا ما بتسمع المتخصصين اللي شايفين الصوره كامله طبعا يقول لك الموضوع ما هو مش سهله كده، يعني هي مش سهله كده لدرجه ان انا هيجي لي استشاريين يحطوا الخطه وتتنفذ ما هو ما كان اللي سبقونا عملوه. طب مش سامحني ممكن بالسؤال طب ده. مش ممكن ما انا هرد عليك مش ممكن واحنا قاعدين نعمل زوم ونكلم انجلترا ونجيب استاذنا الكبير محمد سعد رئيس قسم الابحاث والتطوير في انجلترا بالانجلترا كلها، راجل كفاءه راجل محترم، يعني دي كلها كفاءات مصريه، كفاءات مصريه واحنا لسه موجوده. مؤتمر مصر تستطيع بالصناعه ولسه ما هو كان في مصر تستطيع برضه فهماني. فاللي انا بتكلم عليه عندك مان باور يعني قوه بشريه موجوده، مهندسين وفنيين وتيم ليدرز موجودين، عندك ارض تقدري تعملي مصانع تعملي كل حاجه، عندك شركات كتير تقدري تجيبي خطوط انتاجها هنا. ولما تجيبي خطوط الانتاج لازم تجيبي خط الانتاج العربيه الكهرباء وتجيبي معاه خط انتاج للبطاريات بتاعه العربيات الكهرباء. ليه؟ لان ثمن العربيه ثمن البطاريه لوحده 55% من ثمن البطاريه، فلو العربيه دي ثمنها 100 جنيه البطاريه لوحدها ب 55 جنيه. ونعملها ازاي؟ لازم نجيب التكنولوجيا دي لان دي احدث تكنولوجيا على مستوى العالم بالذات في البطاريات الليثيوم. بنتكلم على ان كمان في فنيات تاني لازم نعرفها اللي هي ايه؟ دفن النفايات. يعني لو البطاريه باظت لو احنا ندفنها بطريقه مهمله هتعمل ايه؟ هتاثر بالتلوث. احنا عندنا معدلات التلوث في القاهره الكبرى هي الاعلى على مستوى العالم. ولذا لما بنتكلم على شبكه قوميه للطرق مقدارها 8000 كيلو كلفت 200 مليار جنيه عشان تقلل الانبعاثات الكربونيه، تقلل التكدسات والازدحامات، تقلل استهلاك المحروقات، تقلل معدلات الحوادث، كل دي بتعملها الدوله. كل دي سلاسل مرتبطه ببعضها، وكان دايما بنتكلم عن شبكه الطرق انها تمكين للصناعه. تاني هرجع لسؤالي قبل ما وقتنا يخلص. ايه اللي بينقص او ايه اللي حضرتك تتمنى انه المجلس الاعلى لصناعه السيارات ينجح في تحقيقه خلينا نقول في فتره 3 سنين من النهارده؟ ديسيجن ميكر، صاحب صانع قرار. قرار حلو قوي. صاحب القرار ده حلو. انت النهارده بتاخدي رؤيه من فوق. النهارده ما عندناش حد في الدوله عنده رؤيه الا رئيس الدوله، عنده رؤيه وعنده استراتيجي يحط الرؤيه دي. كل واحد يحقق الرؤيه دي وينفذها في مجاله. يبقى احنا اللي محتاجين ديسيجن ميكر، محتاجين الناس اللي مع رئيس مجلس الوزراء تبقى ناس ذوي كفاءات وخبرات. اختيارات المجلس الاعلى لصناعه السيارات بالظبط، ده مهم جدا. التشريعات والقوانين، هل في قوانين محتاجينها تتغير عشان الصناعه تتحرك؟ في بعض الحاجات وانت ماشيه في الطريق بتقابلي بعض العقبات، لازم يبقى في هنا عند عارفه مفهوم الشباك الواحد في دبي؟ في دبي بتفتحي شركه في 30 دقيقه، لو اتاخرتي تفتحيها في 35 دقيقه وشباك واحد. عندنا في مصر مشكله كبيره، لازم بالظبط كده، ده مهم جدا عشان نعمله. المهم قوي في الاخر هو التيم وورك كونسبت، روح الفريق. السنتراليزيشن والديسنتراليزيشن، مركزيه القرار، انسى بقى من مركزيه، اشتغل على تيم كل واحد عنده وظيفه معينه، طالب كل واحد يخلص الوظيفه بتاعته وهو تيم ماشي مع بعضه، حلقه تتقفل في الاخر تطلع نتيجه. نبدا نقيس الناس دي ازاي؟ بالكي بيرفورمانس انديكيتورز، معدل قياس الاداء لكل واحد في المنظومه وطريقه للمحاسبه حتى، ونقدر نحاسبه. هو اتشيف، هو حقق التارجت المطلوب منه، اهلا وسهلا. ما حققش نشوف مشكله، يمكن المشكله عندنا احنا مش عند المهندس اللي بيشتغل على خط الانتاج. فلازم اتفاقيات مع مصنع معروف، وجود المكون المحلي اللي بيتكلم عليه فخامه رئيس الدوله، 45% من العربيه 45% لازم يكون مكون محلي. ده بيعمل ايه؟ بيقلل ثمن العربيه. بيزود توافر قطع الغيار، بيزود فتره الضمان بتاعه العربيه، بيقلل سعر العربيه، بيعمل مراكز خدمه يعني متكامله في كل مكان عشان تخدم العميل. مش لازم كلنا نركب النجمة، لازم نركب عربية مصر شوية وشوية بشوية أبحاث وتطوير هبدأوا يطوروا لك هذا الفكر بشكل كبير جدا. كل الدنيا بتجري، لازم نجري ونسبقهم. عندنا كفاءات نقدر نعمل هذا الكلام، مصر تستطيع طبعا. لكن لو ما حققناش كل المقاومات اللي قلنا عليها دي يبقى مصر مش هتستطيع.
لا ان شاء الله تستطيع، لانه كثير من الحاجات اللي حضرتك قلتها متوفره بالفعل، الاراده السياسيه، الرؤيه الحقيقيه، فكره انه فاتنا وقت كتير يمكن تكون حافز مش تكون معطل. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا مهندس جمال، استمتعت واستفدت يعني خبرات عظيمه. احنا واثقين ان بلدنا فيها خبرات كتيره. مهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات ورئيس لجنه الصناعه بنقابه المهندسين، نورتنا. شكرا جزيلا لحضرتك والطاقم العمل. زي ما اتفقنا كده، كل فكره وكل الاحلام الكبيره اللي بتحصل في بلدنا بتبدا ب يعني محاولات. المجلس الاعلى لصناعه السيارات مش محاولات، ده بالمناسبه ده تم الاعلان عن انشاءه وخلاص، تم الاعلان عن صندوق لتمويل التحول الى وسائل النقل المستدام. اذا الرؤيه موجوده، والباقي اهل مصر الجدعان ورجالتها ومهندسيها وخبرائها اللي ان شاء الله يقوموا بالمهمه. ومهندس جمال يبقى معانا في لقاء قريب كده ان شاء الله السنه الجايه مش بعد 3 سنين، يعني يقول لنا ان في حاجات حلوه حصلت. بعد الفاصل هنتكلم مع حضراتكم عن 100 يوم من الحرب الروسية الأوكرانية، وإزاي أثرت على العالم وغيرت الخريطة الاقتصادية للعالم، وإحنا في مصر تحديداً كيف تأثرنا خلال 100 يوم اللي فاتوا. بعد الفاصل. مساءكم خير. وتاني هنقول انه الحديث عن الأزمة العالمية محدش فينا يتوقع يعني اننا نجامل ونقول انه هيخلص قريب، والحديث عن تحديات اقتصادية برضو مش هيخلص قريب، لكن الحديث عن فرص وعن إمكانات وعن مخارج لأزمة موجودة بالفعل، ده الحديث الذي لا يجب أن ينقطع، واللي ما ينفعش نتكلم عن نص الحقيقة ونقول إنه في أزمة عالمية. طبعا في أزمة عالمية، في مشاكل اقتصادية حقيقية بتواجه العالم كله وأفضل الاقتصادات في العالم طبعا موجود. إحنا النهاردة بنسأل عن الأزمة المركبة. من شهور كنا بنتكلم عن أزمة جائحة كورونا وما تلاها من تداعيات اقتصادية، النهاردة بنتكلم عن 100 يوم الحاسمة اللي غيرت شكل الاقتصاد العالمي، والمتوقع أنها ستظل تؤثر على الاقتصاد العالمي لفترة مش طويلة، ونتمنى أنها تكون مش طويلة لكنها أكيد مش قليلة. الأسئلة الكتير دي ترجعنا لتأثير ده علينا محليا، ده اللي يهمنا ويخصنا، وطبعا يهمنا أن يبقى عندنا نظرة عالمية. عشان كده النهاردة خير من يحدثنا دكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية. منورنا يا دكتور. تشرفت بحضرتك يا فندم. دكتور، لما بنتكلم عن 100 يوم من الحرب الأوكرانية الروسية، معرفش ليه ده بيفكرنا أولا الأيام بتجري بسرعة، ثانيا أنه هذه الحرب كانت يعني بتلوح في الأفق من فترة طويلة جدا. فالسؤال اللي عايزة أرجع أسأل، عفوا، قبل 100 يوم، هل في بعض الدول قرأت مبكرا هذه الأزمة؟ وهل مصر إحنا كنا من هذه الدول اللي قرأت أنه في أزمة قائمة سياسيا حتى على المستوى السياسي وتحركنا ما يسبق هذه 100 يوم؟ طبعا بالتأكيد، يعني بالتأكيد في الجمهورية الجديدة في مصر الدولة بتدار بالعلم وبالتخصص، فإحنا كان أولا الناس برضو بتختزل أن الأزمة الاقتصادية العالمية اللي موجودة حاليا هي بسبب الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، وده مش حقيقي. يعني مش هي دي الحقيقة، إنما دي رواية من إحدى الروايات اللي بيرويها الإعلام الغربي الممول والموجه. إنما الحرب، إحنا النهاردة في أحد فصول الحرب الاقتصادية العالمية، الحرب التجارية العالمية، مش الحرب التكتيكية الموجودة على الأرض. يعني الحرب في الآخر التكتيكية أو العسكرية اللي بمعدات عسكرية اللي على الأرض دي جزء من الموضوع، دي نتيجة للموضوع، دي بتعبر عن النظام المالي العالمي الجديد. لكن إحنا لازم نرجع لورا شوية. الحرب الاقتصادية طول الوقت كانت موجودة، الحرب العالمية الثانية كانت حرب اقتصادية، الحرب العالمية الأولى كانت حرب اقتصادية. الدول الغربية والشرقية تتصارع دائما من أجل المصالح المالية، من أجل السيطرة على ثروات الأمم، يعني منذ اختراع الطاقة البخارية،
بقت عندنا معدات كبيره، مكن بيعمل انتاج كبير، بقينا محتاجين لمواد خام عشان نشغل بيها المكن ده، وكمان بقينا محتاجين اسواق نصرف فيها المنتجات دي. بريطانيا كانت في البدايه لما عملت مكنه الغزل والنسيج بقت محتاجه الغزل، محتاجه القطن عشان تشغل بيه المكنه، وبقت عندها دورت على مصر كميه ضخمه من من القماش عايزه اسواق تصرفها فيها. هي الفكره بالظبط كده، هو النهارده الفكره طول عمرها مين هيقدر يحتل اكبر جزء من دول العالم اللي فيها خيرات وثروات، ولان شكل الاحتلال القديم تغير فبقى ده طبعا نتيجه الحرب العالميه الثانيه. الدول المتحاربه في الاخر او الدول المنتصره في الحرب، السبع دول الكبار اعضاء مجلس الامن لما انتهوا من الحرب العالميه الثانيه، ده كان من خلال ان هم اتفقوا على مجموعه من الاتفاقيات اللي يتم اداره الاقتصاد العالمي من خلالها ولا تسبب مشاكل ونزاعات داخليه ما بينهم، وهي الدول النوويه اللي ليها القرار في مجلس الامن. هي الدول دي اجتمعت اسست منظمه التجاره العالميه، اجتمعت اسست اتفاقيات الجات واتفاقيات حمايه الملكيه الفكريه، زي ما هي كمان اتفقت اتفاقيه بريتون وودز في سنه 1944 اللي بتقول ان العمله التي ستستخدم في التجاره الدوليه هي الدولار الامريكي، بشرط ان الدولار الامريكي ده قبل ما امريكا تطبع اي دولار لازم يكون عندها قدامه كميه من الذهب. إلا أن بعد فترة وخلال الحرب الباردة وفي سنة 1970 خرج الرئيس الأمريكي للعالم كله بعد خسارته في حرب فيتنام واستهلاك النفقات الأمريكية، وأعلن أن هيتم طباعة الدولار بدون أي غطاء ذهبي، يعني الولايات المتحدة الأمريكية كل ما تحتاج تطبع دولار هتطبع. طيب أنا داخليا كأي دولة لو طبعت العملة المحلية بتاعتي هيحصل تضخم داخلي، المنتجات هيبقى ثمنها عالي جدا. ازاي ده ما حصلش بقى في الولايات؟ عشان في الولايات المتحدة الأمريكية العملة دي متوزعة على العالم، كلنا على مستوى العالم بنستخدمها، فالتضخم بيتوزع على كل واحد بيستخدم هذه العملة. يعني ارتفاع الأثمان النهاردة اللي حاصل ده نتيجة ان الولايات المتحدة الأمريكية افرطت في طباعة الدولار في وقت أزمة كورونا. انا ازاي عندي شعب ما بينتجش، شعب قاعد لمدة سنة ونص بيستهلك منين؟ اذا كانت امريكا كان عندها أزمات اقتصادية قبل وقت كورونا، يعني ما ننساش ان الرئيس دونالد ترامب كان فرض عقوبات اقتصادية على الصين وعلى الواردات الصينية بأكثر من 300 مليون دولار امريكي بسبب انه عنده مشكلة اقتصادية. فالفكرة النهاردة ان هذه الدول تتصارع والحرب الاقتصادية ما بين الصين والولايات المتحدة الامريكية في اساسها رغبة في خروج الصين وروسيا والهند من استخدام الدولار كعملة في مبادلات التجارة الدولية عشان يحفظوا نفسهم من خطر التضخم الدولاري. وبالفعل هم في 2009 اجتمعوا وأسسوا منظمة ما بينهم، المنظمة دي اسمها بريكس حاليا لأن انضمت ليهم كمان فيها جنوب أفريقيا. البريكس دي هدفها الوحيد هو إنشاء نظام مالي عالمي جديد بعيدا عن سيطرة الدولار. دي المنظمة دي معلنة كده، وهو ده الأحداث اللي حصلت. وعلى مر ال 12 سنة اللي فاتوا الولايات المتحدة الأمريكية بتفرض عقوبات اقتصادية على الصين وعلى روسيا بهدف التحجيم من قوتهم الاقتصادية. هي دي في الآخر عشان ما نوصلش للنتيجة اللي سواء رغبت أم لم ترغب الولايات المتحدة حصلت بسبب الحرب على أوكرانيا أو بسبب أنا شايف النهاردة معركة النهاردة دي هي جزء من حرب كبيرة. يعني النهاردة هم بمجرد ما فرضوا عقوبات على روسيا أن احنا بنخرجك من نظام السويفت، روسيا عندها استعداد، عندها منظومة إلكترونية وبتقدر من خلالها أنها تعمل المبادلات المالية. راحت الصين فورا ضعفت استيرادها للنفط وللغاز من روسيا، راحت الهند ضعفت استيرادها للنفط وللغاز من روسيا. فاذا في اتفاق مسبق ما بين الثلاث دول على ان هيحصل تبادل تجاري ما بينهم بغض النظر عن العقوبات الامريكيه. يعني كل دول العالم كانت بتخاف تاخد اي قرار درءا للعقوبات الامريكيه، لا النهارده الثلاث دول شكلوا تحالف ما بينهم، المبادرات الاقتصاديه بتتم، فروسيا ما بتواجهش مشكله حقيقيه، بل النهارده المشكله موجوده عند اوروبا لأن روسيا أسست في خلال آخر 10 سنين خط الغاز الأساسي اللي بيمد الدول الأوروبية بالغاز، اللي بيعني بالنسبة لهم الدفء، اللي بيعني بالنسبة لهم الإنتاج والطاقة والمصانع. فالنهاردة أوروبا في اختيار ما بين مصلحتها، مصلحة ألمانيا ومصلحة إيطاليا ومصلحة وصداقتها مع أمريكا وهتصور أن دايما هيكون قرارهم مرتبط بالمصلحة الاقتصادية، لأن أنا قدامي مش غايب عن ذهني أن بريطانيا خرجت السنة اللي فاتت من الاتحاد الأوروبي بسبب حماية شعبها من مخاطر البطالة، عشان البطالة اللي كانت بتتصدر لها من أوروبا والتضخم اللي بيتصدر لها من أوروبا. فإذا الولاء في العالم الغربي هو في الآخر للربح وللمصالح الاقتصادية والتجارية. ففي تصوري ان المعارك اللي من النوع ده هتستمر الى ان يستتب النظام المالي العالمي الجديد اللي فرضته النهارده روسيا. يعني انا مستمتعه وحضرتك بتحكي، لان دي خلفيه
وطبعا ده مش غريب على شخص اكاديمي وبيشتغل في الارض كمان يعني. لكن دكتور هو سؤالنا بقى تحديدا هو هل من المطلوب من الدول اللي اقتصاداتها ناميه زي مصر، مصر كنا مسجلين قبل كورونا معدلات نمو عظيمه جدا ما حصلتش من فترات طويله في تاريخنا، هل مطلوب او متوقع مننا في هذا النظام العالمي الجديد اننا نسكت ونتفرج أن نكون مفعول به، ولا مصر عندها رؤية حقيقية موجودة على الأرض ممكن على الأقل تضمن لنا الثبات لحين استقرار النظام العالمي الجديد ده اللي بالتأكيد هيحصل يعني، ولا مش هيحصل؟ بيحصل، هو النهاردة بيحصل من اليوم اللي حصل فيه مبادلات مالية مع روسيا بالرغم من العقوبات المالية الأمريكية، خلاص ما روسيا بتشتغل فمن هذا اليوم في إرادة جديدة وفي إدارة جديدة للعالم، وهم كانت رغبتهم في المنظمة اللي أنا قلت لحضرتك عليها البريكس هي النهاردة هدف واضح، وهو ان العالم الاوحد معاملات بعمله اخرى غير والعامل والعالم اللي هو ذو قطب واحد ده انتهى في ثنائيه في الاقطاب النهارده. الفكره ان في ازمه عالميه، الازمه دي راجعه في البدايه للانتاج في النهارده، اي ازمه هيمر بيها فرد او هيمر بيها مجتمع نتيجه ان هو بيستهلك اكتر من اللي بينتجه. لازم نبقى شايفين الحقيقه ولازم نكون صرحاء وصادقين مع انفسنا عشان نغير يعني. هما بيواجهوا مشكلة إن عندهم بضاعة ناقصة في أسواقهم، وده راجع لعدة أسباب، إن محدش كان بيزرع في الموسم الثاني لكورونا لأن الأسواق كانت مشتتة، محدش كان عارف كورونا هتنتهي إمتى، فالمنتجات الزراعية زادت، لما هيرجع الإنتاج لطبيعته هتنخفض أسعار المنتجات الزراعية، فده على بداية الموسم الزراعي الحصاد القادم إن شاء الله. طيب يعني أنا لو عندي إنتاج وزودت في إنتاجي أنا هخفف من حدود المشكلة دي بالنسبة لي. حلوة. أنا كفرد أو أنا كمجتمع أو أنا كدولة. أنا النهاردة كأي واحد فينا عنده استهلاك، أنا ما بنصحش الناس أقول لهم قللوا في استهلاككم وشدوا الحزام، لا أنا بقول للناس اشتغلوا أكتر. زود أنا بشتغل دلوقتي 8 ساعات والدخل بتاعي مش مكفيني، أنا هشوف شغلانة تانية وهشتغل 14 ساعة. أنا بشتغل 14 ساعة ومش مكفيني هدور على تخصص تاني. هفكر إزاي أغير الكارير بتاعي، هفكر إزاي أدرس حاجة، هتعلم مادة جديدة لو مش هتنفعني دلوقتي هتنفعني بعد سنة. يعني بشكل فردي وبشكل دولي احنا ما عندناش مخرج غير زيادة الانتاج، وانا ما بشوفهاش كده يعني. انا ممكن تشوفي المشهد على انه ازمة وانا ممكن اشوفه على انه فرصة. ازاي من بداية كورونا واحنا بنتكلم على تغيير سلاسل الامدادات يعني. ده كان المصطلح او العنوان الكبير في الاعلام الغربي وعينيهم على الصين وعلى طريق الحرير بتاع الصين، فهم كانوا عايزين ما تبقاش الصين دي هي مصنع العالم. فده عندنا فرصة. أنا بالنسبة لي كمنافس الصين شريك تجاري ودولة مهمة اقتصاديا بالنسبة لنا، ولكن أنا كمان كمصر أقدر أبقى منافس أو أنا على الأقل أقدر أبقى لاعب في هذا الاقتصاد العالمي. مثلا بتتكلمي كنت بتتكلمي عن صناعة السيارات، في رأيي أن صناعة السيارات مش هتبدأ غير من الورش الصغيرة. أنا دلوقتي بكلم المستورد بقول له أنت كنت بتروح تجيب قطعة الغيار دي اللي هي عبارة عن قطعة حديد وقطعة كاوتش قطعة بلاستيك، الخامات دي موجودة في مصر، فبدل ما تروح تجيبها تعال انزل على الورش اللي جنب المحل بتاعك واطلب منهم ينفذوها. احنا عندنا ورش ناجحة جدا ومهم جدا للناس انها تعرف ان النهضة الصناعية في ألمانيا بدأت من خلال الورش يعني. هم في الأول لما حبوا يشغلوا الشعب الألماني في الصناعة كانت ورش صغيرة، بدأوا يستوردوا العدد والآلات من بريطانيا وبدأوا يجيبوا ناس يدربوهم وبدأوا ان الشعب كله يتجيش في الصناعة، الشعب كله يبقى بيصنع. طب انا هكتذب المصريين ازاي للصناعة؟ هذه الفرصة لما المستورد يبقى ثمنه غالي جدا انت تقدر تصنع المنتج ده محليا وتقدر ان انت تحقق مكسب بشرط انك تحقق في الجودة، ودي الحاجة اللي لسه اعتقد ناقصانا، وانك تقدر تصنعه بكل تفاصيله بقى يعني المواد الخام. شوفي حضرتك احنا النهاردة انا في البداية مش بقول للشعب روح صنع سيارة انا بقول صنعوا القطع الغيار بتاعة السيارات، وخاصة ان في حاجات منها كمان بتيجي لمصر مستوردة ومستعملة، فانا مش صعب جدا على الورشة المصرية ولا على العامل المصري انه يقلد المنتج، انه يشوف قطعة الغيار دي ويصنعها. ونخلي بالنا من حاجة، الدولة في السنين اللي فاتت اهتمت بشكل كبير جدا بصناعة المقاولات وبصناعة التشييد والبناء باعتبارها قاطرة للتنمية، وده نجح انه يخفض معدلات البطالة من 14% ل 7%.
يعني احنا نجحنا ان احنا نعبر الفخ بتاع كورونا بسبب حكمة فخامة الرئيس ان مصر ما كانش عندها حظر كلي في العمل. احنا كان عندنا حظر انتقائي للفئات الاكثر تضررا من المرض زي كبار السن واصحاب الامراض المزمنة وتحديدا قطاع التشييد، فده خلانا النهاردة معدلات النمو دي هي اللي حميانا من الازمة، ان الناس كانت بتشتغل والناس كانت محتفظة بمعدلات الدخل بتاعتها. انما الناس في الولايات المتحدة الامريكية النهاردة بتعاني من سداد اقساط القرض بتاع رهن البيت ورهن العربية، هم عندهم المشكله دي واعانات البطاله. بذكر القرارات الاستباقيه، انا عايز اشارك مع حضرتك مجموعه من القرارات اللي اعلنها سياده الرئيس في حفل افطار الاسره المصريه، واللي كان معظمها اجابات على الاسئله اللي احنا بنقولها لحد النهارده. اولا يعني انا هم 13 قرار، بس عايز اقول مثلا تكليف الحكومه بتعزيز اوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح، فكره الزراعه، الاطلاق مبادره ابن القمح اخذ نوعين من الدعم، نوع للشعب المصري. خلي بالك الشعب المصري في استهلاكه، مش كل الشعب المصري بيتعايش على المنتجات المستورده، يعني في كتير من المصريين يوم الطبيعي ما فيهوش غير الاكل والشرب والعيش والبطاطس والطماطم. فالدوله لما تدخلت، اول لما ارتفعت اسعار القمح العالميه وثبتتها حتى للافران السياحيه اللي هي بتورد لعموم الشعب المصري، هنا الدوله تدخلت تدخل حقيقي ودعم مادي حقيقي كلف الموازنه مبالغ ضخمه جدا. فالدولة دي كانت بالنسبة لها قرار استباقي. الدولة لما قررت انها تقدم للناس العلاوة ابتداء من شهر ابريل بدل شهر يوليو، فده قرار استباقي. دي دولة عارفة انه يحصل تضخم في شهر يوليو اللي هو فيه كمان شهر رمضان، فقدمت للناس الفلوس الاول، غزت السوق بالمكرونة وبالزيت وبالرز في الوقت اللي الشعب في ألمانيا كل واحد ليه ازازه زيت واحده، اللي عندهم قيود على المشتريات. السوق المصري غني بالمنتجات. بشكرك انك فكرتني الحته دي، طول الوقت اقول يا رب البلد دي فيها خير. الحمد لله. يعني انا افتكر قوي طوابير وقت الثوره، حتى طبعا ما كناش حاسين ان في حاجه ناقصه، ولا في وباء كورونا، وقت كورونا ما حسيناش بحاجه ناقصه، والهلع العالمي اللي حصل ده احنا ما بس ما انا برضه هقول لحضرتك على حاجه. احنا عندنا مشكله كبيره اسمها الاقتصاد الغير رسمي، يعني حجم الاقتصاد المصري الحقيقي 4 أضعاف الحجم اللي متسجل في الدفاتر. وده بقى سؤالي، احنا بنتكلم عن دعم وتوطين الصناعات، انهي نوع من الصناعات اللي تخلينا اولا اللي حضرتك بتذكره دمج تدمج الاقتصاد غير الرسمي؟ انا بنتج حاجه بس الدوله مش شايفاني ومش قادره تساعدني، ولا انا قادره اخد مساعده من الدوله بسبب ان انا بشتغل بالتوازي. وده ما بيعبرش يعني حتى في الائتمان احنا كمصر، لما كل ما نظهر قوه اقتصادنا وهو حجمه عامل ازاي، ده يفيدنا في التعامل مع الشركاء الاجانب. ولكن حتى الان بالرغم من مطالبه سياده الرئيس اكتر من مره بالشمول المالي وخطه الدوله، الا ان حتى الان انا مش قادر اجتذب كل الشرايح من الناس انها تسجل نشاطها. كل مواطن يراجع هو كام مره بيشتري في اليوم بدون فاتوره، كل هذه المعاملات اللي بتتم بدون فاتوره هي تهرب من الضرائب، هي غير مسجله امام الاقتصاد الرسمي. فاحنا عندنا حجم من السلع ومن المنتجات اللي بيتم تداولها اكتر 4 أضعاف من اللي بيتم بشكل مسجل. فانا النهارده مهم جدا ليا كدوله ان انا ابدا اقدم حوافز للناس عشان يبداوا يسجلوا اقتصادهم ويتم دمجهم في الاقتصاد الرسمي. وده النهارده اللي بيحصل من خلال بنك تنميه الصادرات ومن خلال جهاز تنميه الصادرات، ان الدوله بدات تقدم حوافز حقيقيه للناس اللي هتساهم في التصدير. الدوله عندها خطه ان احنا يبقى عندنا صادرات سنويه ب 100 مليار دولار امريكي. الخطه دي خطه طموحه جدا واحنا نقدر نحققها على ارض الواقع، لان في دول بتحققها بس في صناعه الملابس مثلا. يعني بنجلاديش بتعملها في الملابس، فيتنام بتعملها في الملابس، انت عندك فرص واعده ان انت تنمي هذه القطاعات. بس انا محتاج تطوير، في ناس شباب عندهم ورش للملابس ولكن محتاجين يجتمعوا بمكاتب للتصدير وناس بتاع التسويق، بدل ما المستورد المصري بيشتغل يجيب لنا، هو دلوقتي وقته انه يفتح لنا اسواق جديده. لا ده احنا دلوقتي اسواق في الدول العربيه واسواق في الدول الافريقيه، احنا محتاجين نتحرك في هذا المحيط ونفتح للناس اصحاب الورش واصحاب المصانع الصغيره فرص اكبر. محتاجين النهارده نهتم بالصناعات متناهيه الصغر. انا اهتمامي في المقام الاول ان كل بيت يبقى منتج، ان كل منطقه يبقى فيها تخصص انتاجي معين. اهتمامي ان الدوله توجه الفرص اللي موجوده دلوقتي للشعب يستفيد بيها. انت بتستوردي ب 55 مليار دولار امريكي، دي فلوس ممكن تدخل جيب المصريين. يعني هنفضل مضطرين نستورد عدد وادوات وخطوط انتاج والى اخره، بس انا قدامي على الاقل 10 مليار اقدر اوفرهم يدخلوا الجيب المصريين بدل ما يروحوا لأي مصنع في العالم. يعني بالضبط. أنا يا دكتور بشكرك لأسباب كتير، يعني طبعا
يتلو الكلام عن العلم الغزير والمعلومات الكتير، لكن كمان لانك حولت لنا الحديث عن الازمه الى فرصه. هي فرصه في الحقيقه. بشكرك، بشكرك يا دكتور، وانا متاكده انه دي رؤيه حقيقيه للدوله. تاني هرجع افكر نفسي وحضراتكم بقرارات الاخيره اللي تم اطلاقها، هي مش بس قرارات، لكن هي قرارات تم تفعيلها بالفعل، من ضمنها دور القطاع الخاص، القاعده الصناعيه، الصناعات الصغيره المتوسطه، توطين الصناعات الوطنيه، كل الكلام اللي احنا شايفينه عناوين كبيره اللي دكتور احمد سعيد كان بيشرح لنا تفاصيل وتفاصيل امكانات حدوثه. الازمه فرصه، وجوه كل ازمه في فرص حقيقيه. واذا مر 100 يوم على الازمه العالميه، الحرب الاقتصاديه العالميه الجديده بحسب توصيف دكتور احمد، مر كمان 100 يوم من الفرص لينا كمصريين ان نكون لاعبين اساسيين في هذا الاقتصاد العالمي الجديد اللي بيتشكل. بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا دكتور احمد سعيد، استاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصاديه، نورتنا. شكرا يا فندم. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، اشوفكم ان شاء الله على كل خير.